لمعرفة سير عملية تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية بمختلف مراكز التصحيح، تفقد كل من وزير التعليم العالي الدكتور دافيد هودنجار ووزير التربية الوطنية أبو بكر الصديق شرومة تفقدا عملية التصحيح بمركز ثانوية ابن سينا ومركز ثانوية معارف التركية، حيث لاحظ الوزيران والوفد المرافق لهما بأن عملية التصحيح تسير بشكل جيد وأن كل الإجراءات اللازمة لها قد تم أخذها في الاعتبار. هذا وقد اختتم الوفد الوزاري جولته بمقر الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا أونكس للاطلاع على عمل السكرتارية وتشجيع العاملين بها. اطلعنا على مستوى سير العمل، الآن الأمور متقدمة جدا، التصحيح يجري، والأونكس تلقت كثير من المراكز يعني أوراق المراكز وتصحيح جاري، وباستثناء بعض المراكز البسيطة يعني، وقد تصل هذه الأوراق من هنا إلى نهاية اليوم أو غدا الصباح. كما أثنى الوزير شرومة على المعلمين الذين ساهموا بشكل كبير من أجل أن تنظم الامتحانات في الوقت المحدد. نحن نشيد بهذا المجهود الجبار الذي بذلته هيئة الامتحانات والمعلمين، ونحن نعتقد أنه في ظل ما يجري الآن من عمل، نعتقد أن النتائج سوف تكون قريبا كما هو محدد في الجدول. تجرى عملية تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية في 3 مراكز، وهي مركز ثانوية ابن سينا والإعدادية الإنجليزية وكذا مركز ثانوية معارف التركية، بمشاركة 4000 مصحح ومراجع، وتستمر أسبوعا كاملا.